جه ايليا قال لهم تعالوا بقى بصوا يعني تعالوا قربوا مني. وعمل حاجه كانت مهمه جدا، عمل ايه؟ رمم مذبح الرب المنهدم. رمم مذبح الرب المنهدم. عمل ازاي مذبح الرب المنهدم ده؟ جاب 12 حجاره بعدد اسباط بني اسرائيل الذي قال له الرب انه اسرائيل يكون اسمك، بعدد اسباط بني يعقوب اللي قال له الرب اسرائيل يكون اسمك. وهنا اشارتين مهمين قوي. الاشاره الاولانيه ان بدايه الحل في حياتنا هو البحث عن بدايه السقوط. اذكر من اين سقطت وتب. لو انت مذبح الرب مش منهدم في حياتك وبتصعد عليه ذبائح كل يوم للرب، بمعنى بلغتنا النهارده ليك علاقه حقيقيه حيه يوميه بربنا، بتشوفه، بتقرب منه، بتشوف محبته، بتشوف عنايته، بتشوف رعايته، مستمتع بخلاصه، حاسس بالقيمه بانتمائك ليه مش بحاجه في نفسك، صعب قوي تسيبه وتروح تعبد البعل ايا كان هذا البعل. لكن اذا كان ثقتك ويقينك وايمانك ورجائك بالرب بيخفت شويه بشويه لان المذبح انهدم، ما بقاش فيه صلاة كل يوم، ما بقاش فيه مروح بانتظام للكنيسة، ما بقاش فيه علاقة حية بربنا، أو العلاقة دي ما ابتدتش أصلا في يوم من الأيام. المذبح طول عمره مهدوم، سهل قوي تروح وراء آلهة أخرى، سهل قوي تعبد البعل. علشان كده الإشارة كانت واضحة جدا في اللي عمله إيليا هنا، إنه بنى مذبح الرب المنهدم، ودي كانت أول خطوة في الحل. الإشارة الثانية المهمة في اللي عمله إيليا هو فكرة انه بنى المذبح بكام حجارة؟ ب 12 حجارة، عشان عايز يقول انه عدد كل اسباط بني يعقوب، يعني عايز يقول ان العودة والتوبة لازم تبقى كلية. لو انت عايز ترجع تاني لربنا وتقول ان الرب هو الله، ما ينفعش تتوب عن اجزاء. في ناس كثيرة قوي بتحاول تتحسن في حياتها الروحية، بمعنى تقول ايه؟ يا انا بلاحظ ان انا الفترة دي بحلف كتير وبشتم كتير، لا عايز اخد بالي من الحاجتين دول بس. هو بيعمل كده يكون بيسرق كتير، بيشتهي كتير، بيزني كتير، لا هو مركز ان هو يقلل بس الشتيمه والحلفان مثلا، او هو موجود وبيحاول يكون عنده اخلاق عاليه جدا لكن منفصل عن ربنا ومفيش علاقه مع ربنا. ما ينفعش، العمليه هي شروه كلها على بعض.